وبموجب القانونين الأساسيين المصادق عليهما يتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية. وتنص الأحكام الجديدة الخاصة بضباط الاحتياط على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا أو المقبل للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق أو بكل الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ. وحسب نفس الأحكام فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا، ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. كما تم التنصيص على أن يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة. أما مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة. للمزيد حول كل هذه القوانين يلتحق بنا عبر الهاتف المحلل السياسي محمد طيبي. أهلا بك سيدي. أهلا بك، مرحبا. بداية سيد طيبي، هل تعتقد أن طرح هذه الترسانة من القوانين للنقاش والمصادقة بقبة البرلمان في هذا الوقت بالتحديد وفي ظرف زمني ربما وجيز أمر منطقي؟ تعرفي أن التشريع هي آلة وآلية مستمرتان. صحيح أن أحيانا عندما تكون فيه تأخر في سن القوانين، وتعرفي احنا في المجلس الشعبي الوطني الآن الكتل لا تشتغل ولا تقترح قوانين، وبالتالي فهي تنتظر القوانين من الحكومة، وهذا يريد الدستور الجديد أن يصلحه ويعطي المبادرة الاقتراح مشاريع القوانين من 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 الأحزاب ومن الكتل المنتخبة في البرلمان. الطبيعي في العمل البرلماني ما عندوش قاعدة رياضية، مرتبط بالسياقات وبالأحداث. صحيح أنه يظهر للناس أن هناك قوانين كثيرة، هذا صحيح، إنما اعتقادي أن البرلمان انتخب ليشرع وليكون حاضرا من ناحية السياسية والأخلاقية، وهذا العمل في الدولة يقتضي أحيانا التأقلم مع الإكراهات التي يمكن أن تحدث، وبالتالي الأهم والمهم هو في القوانين ومحتوياتها ومدى مناقشتها ومدى إيجاد التوافق الممكن أو الإقناع الممكن بين الأغلبية والمعارضة، وهذه هي الحياة البرلمانية، دائما تمر بالتدافعات وبالنقد إلى آخره. نعم سيد طيبي، على اعتبار أن هذه القوانين تفرض نفسها بالنسبة يعني لتعديل الحكومي أو تعديل الدستور الأخير، كيف تعلقون على قانون الاستثمار مثلا الذي صاحبه الكثير من الجدل ولكنه في المرور في النهاية مرر اليوم؟ تعرفي أن قانون الاستثمارات الواقع، وأنا أتكلم من باب الأكاديمي أكثر ما أتكلم من باب الحزبي، كل الدول الآن، أنا درست مشروع إيران ودرست مشروع حتى في فرنسا الآن، الصراع اللي موجود في فرنسا هو حول مسألة حرية المبادرة الاقتصادية وفتح الاقتصاد على التدفقات المالية، هذا صار ضرورة وليس خيارا، أي معناك أن خلق نوع من الانفليكسيبيليتي يسموها، يعني من السلاسة في التعامل مع رأس مال الأجنبي لفتح سوقنا على الخارج، وإلا سنف ولن تفتح سوقنا. المهم هو أن نحافظ على المؤسسات الاستراتيجية التي تعطي للدولة قوتها وللمجتمع ترابطه، وأيضا إنما الاقتصاد أيضا فيه المغامرة، فيه الريسك، فيه الإبداع، فيه الصواب والخطأ، وبالتالي يجب اعتقادي يجب أن نتخلص أيضا من هذه العقد الدغمائيات اللي خلتنا دائما خايفين وما نبادروش. المهم أن القانون، وهذا هو المهم اللي قلته أنا وقلته حتى في التصاريح، هو أنه الوزير لا يمكن ولا يجب أن يحتكر القرار، يجب أن نخلق، وهذا مش موجود في القانون على فكرة، هذه فكرتي أنا، يجب أن نخلق ما يسمى بالقوة الكونتر بوفوار، ونخلق آلات الاربيتراج، ما يستفردش الوزير مهما كان بالمسائل الاقتصادية الحيوية، يجب أن يسير إطار الوزير يشتغل في إطار مؤطر ويقترح. فضلك سيد طيبي، فيما يتعلق بقانون الانتخابات، إلى أي مدى في نظركم يمكن أن يكون هذا القانون مقيد لنشاط الأحزاب؟
تعرف يا سيدتي، الأحزاب ينتجها المجتمع وتنتج نفسها ولا ينتجها القانون، القانون فقط يؤطرها. وبالتالي لو كانت القوانين تنتج أحزاب لكانت عندنا عشرات الأحزاب القوية. أحزابنا الآن عندها مشاكل التبليغ والماركتينغ بوليتيك والليدرشيب. خاصة بالنسبة للأحزاب حديثة النشأة، تعرف شو معنى حزب؟ هل الحزب هو أن تكون عندك تصريح من وزارة الداخلية؟ الحزب قضية كبيرة، احنا نستثمرها في البلد. الحزب أن تكون لك أفكارك وتشتغل وتناضل وتدافع وأحيانا تضحي من أجلها، هذه هي الحزبية. بها فقط تقنع المجتمع وتقنع الرأي العام وتصبح مرجعية في المساهمة في المخارج الكبرى للبلد، وتكون جزء من قوة البلد وليس جزء من إضعاف البلد. وبالتالي هناك أحزاب أنا لا أعتبرها أحزابا على الإطلاق، أنا أعتبر الأحزاب من له عمق في المجتمع، له قادة رأي، له صحافة تتحدث باسمه، قادر على إقناع الناس وأيضا قادر على التضحية من أجل فكرتي. هذه أمور ليست موجودة عندنا بالقوة الكبيرة. القانون هذا على الأقل فيه شيء مليح، أنا أقولها إيش بأن الأحزاب الطفيلية والطحالب واللي كانوا يبيعوا الكاشي بالساشي، أي يطبع له ويعطي له شوية دراهم، على الأقل القانون هذا بلح ويقع على المجتمع هو نفسه أن يندرج ويندمج في العمل السياسي، وندمج الجيل الجديد من الشباب في العمل الحزبي لننظم بلادنا. هذا هو المهم وليس السلطات. صحفتي. نعم، شكرا جزيلا لك سيد محمد طيبي المحلل السياسي على كل هذه التوضيحات في موضوع